الشاعر والفارس الشيخ راكان بن حذرين الله يرحمه أسلم، يقول: يا ما حال الفنجال مع ساحة البال، يا سلام، في مجلس ما فيها نفس ثقيلة، هذا ولد عم سلام، هذا رفيق ما لقينا مثيله، ولكن لرجال يبدل برجال، ويا ليت في بدل الرياجيل حيله. سلامتك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، الله يرحم ابو محمد. سؤال جايني، سؤال لك انت، هل ولدك محمد منشد؟ لا لا، مو بولدي. مو بولدك؟ من اخوالي. اي بس عشان بس من اخوالي.